الأول أهل الأول يا فل يا كادي يا كمال يا أهل الأدب والذوق وعشت وبقيت ومجمل يا أهل الطيبة والرقة والهرجة المتبتبة الدقة ورب البيت وحشتوني من التاجر إلى السقة يا فل يا كادي يا كمال يا أهل الأدب والذوق وعشت وبقيت ومجمل يا أهل الطيبة والرقة والهرجة المتبتبة الدقة ورب البيت وحشتوني من التاجر إلى السقة وحشني حتى فرقنا بهندست وبقشق وماش وعم شاكر في دكانه بالفوطه وقميص الشاش وحشتني حلاوة اللذ والبركة اللي في يده وحشتني كحلة في عيونه وحوى والصبي عبده وحشني حتى فرقنا بهندس توبك شق وماش وعم شاكر في دكانه بالفوطة وقميص الشاش وحشتني حلاوة اللذ والبركة اللي في يده وحشتني الكحلة في عيونه وحوى والصبي عبده وحوى والصبي عبده وحشني كل ما فيكم يا ناس حتى أساميكم يا ريت ترجع لنا الأيام وسلم على أيديكم وشم ريحة الرضا فيها وأشياء ما أقدر أسميها حاجة كذا ترد الروح صعب أوصف معانيها وحشني كل ما فيكم يا ناس حتى أساميكم يا ريت ترجع لنا الأيام وسلم على أيديكم وشم ريحة الرضا فيها وأشياء ما أقدر أسميها حاجة كذا ترد الروح صعب أوصف معانيها.